سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. آمين آمين آمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: وإذا قالوا صحيح متفق عليه أو على صحته فمرادهم اتفاق الشيخين. جبت الصفحة ولا؟ طيب. وإذا قالوا صحيح، مين اللي قالوا؟ المحدثين. إذا قالوا صحيح متفق عليه أو على صحته فمرادهم اتفاق الشيخين، الشيخان اللي هم مين؟ البخاري ومسلم. عشان طبعا في اصطلاح الشيخين ده هتلاقيه عند ناس كتير، يعني مثلا إذا وجدت كلمة الشيخين دي وانت بتقرأ في السيرة ما تقولش ده البخاري ومسلم، الشيخين في السيرة أبو بكر وعمر. طيب وانت بتقرأ مثلا في الفقه الشافعي هتلاقي كلمة ايه؟ الشيخين. يبقى مراد بيهم مين؟ ها؟ النووي ومن؟ والرافعي. طيب عند الأحناف يا إما أبو حنيفة وأبو يوسف، هما ده المراد بالشيخين عند الأحناف. طب عند المالكية أبو زيد القيرواني وأبو بكر الأبهري. فيبقى لما تشوف كلمة الشيخين دي ما تقولش على طول ده إيه البخاري ومسلم، شوف أنت بتعرف إيه الأول، في ماذا تقرأ، وهو ده اللي هيحدد لك ايه المراد بالشيخين. طب وعند الحنابلة؟ طيب احنا نسينا الحنابلة عشان ما فيش حد هنا حنبله يزعل. ابن تيمية الجد، مش ابو العباس، الجد، ابن تيمية الجد وابن قدامة، دول الشيخين عند الحنابل. فمرادهم اتفاق الشيخين لا اتفاق الأمة، لا اتفاق الأمة. طيب يبقى اتفاق الشيخين ده بيسموه عند المناطق ايه؟ دلالة المطابقة. قال ابن الصلاح: لكن يلزم من اتفاقهما اتفاق الأمة عليه لتلقيهم له بالقبول. يبقى ده من باب ايه؟ اللزوم. الدلالات انواع، منها دلالة المطابقة اللي هي ايه؟ دلالة اللفظ على ما وافقه، يدعونها دلالة المطابقة، يعني لفظ بيوافق لفظ. لكن دلالة اللزوم ايه؟ غير كده، يعني شيء يلزم منه شيء. حد فاكر حافظ متن السلم؟ دلالة اللفظ على ما وافق يدعونها دلالة المطابقة، ها؟ وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بعقل التزم. يبقى الدلالات أنواع، مطابقية وتضمنية والتزامية. فهو أنا الشيخ بيقول إيه؟ إن ابن الصلاح بيقول يلزم من اتفاقهما أي البخاري ومسلم اتفاق الأمة عليه لتلقيهم له بالقبول. يبقى
إذا الشيخان اتفقوا على حديث يبقى يلزم منه إيه؟ اتفاق الأمة، بس بدلالة إيه؟ الالتزام، مش بدلالة المطابقة ولا التضمن، لا بدلالة التزام. يعني يلزم من كون الشيخين اتفقا على حديث أن تكون الأمة متفقة عليه. ليه؟ قال لتلقيهم له بالقبول، أي الحديث الذي اتفق عليه الشيخين تلقته الأمة بالقبول. وذكر الشيخ يعني ابن الصلاح أن ما رواياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحته، والعلم القطعي حاصل فيه، قال خلافا لمن نفى ذلك. طبعا هو يتكلم على مسألة فيها الخلاف مشهور، هل الأحاديث التي في الصحيحين تفيد العلم أم تفيد الظن؟ فطائفة ومنهم ابن الصلاح والمحققون قالوا إن أحاديث الصحيحين تفيد العلم النظري، فالعلم نوعان، نظري وضروري. طب إيه اللي يفيد العلم الضروري؟ المتواتر، المتواتر هذا يفيد العلم الضروري، والعلم النظري ده تفيده الأحاديث التي في الصحيحين. طب إيه الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري؟ العلم الضروري لا يحتاج معه إلى استدلال، يعني السماء فوقنا، مش محتاج ان انا استدل على ان السماء فوقنا، فما ابص كده هتلاقي السماء فوقنا على طول. لكن مثلا نقول ايه، العالم حادث، دي مسألة محتاجة استدلال، في علم تفيد العلم ايه النظري. ليه؟ لانها ايه تحتاج الى استدلال. ايه هو الاستدلال؟ هنقول ان كل ما هو جديد حادث، كل ما هو جديد حادث، والعالم ايه جديد، يبقى ايه العالم حادث، فايه احتاجت الى ايه استدلال. طيب يبقى هما كده فرقوا ما بين المتواتر وما بين الأحاديث التي في الصحيحين، قالوا الأحاديث التي في الصحيحين تفيد العلم النظري. طائفة أخرى ومنهم الإمام النووي وغيره قالوا لا، ده يفيد الظن، لا يفيد إلا الظن. طب ايه هو الظن؟ اعتقاد الطرف الراجح. احنا قسمناها قبل كده، حد فاكر ولا لا؟ طيب هتيجي دلوقتي وهنقولها. ولا نقولها دلوقتي وخلاص. هناك يقين وهناك ظن وهناك ايه شك. اليقين هو ايه الاعتقاد المطابق للواقع عن دليل، اعتقاد جازم مطابق للواقع عن دليل، ده ايه اسمه اليقين. طيب اذا لم يكن هذا الاعتقاد جازما ومطابقا للواقع فيكون إما شك وإما ظن. الشك بيبقى إيه الطرفين متساويين، يعني 50% و50%.
طب الظن اعتقاد الطرف الراجح، يعني يبقى المسألة عندك بنسبة 70 أو 80%. طب الوهم اعتقاد الطرف المرجوح، يعني إذا كان الظن مثلا 70% يبقى الوهم كام؟ 30. الظن 80 يبقى الوهم كام؟ 20. فده إيه ما قاله الإمام النووي ومن تابعه أن حديث الصحيحين تفيد الظن. قال خلافا لمن نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد إلا الظن. ده مين بقى؟ ده الإمام النووي ومن تبعه. وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن. وإحنا قلنا قبل كده إن الفقه من باب الظنون، فيجب عليك العمل بما ظننت أنه راجحا. ولو حد بقى هيجي يقول أصله يجب عليك، لا يجب عليك العمل إلا بما تيقنته، يبقى مش هتعمل بحاجة خالص بقى. مفيش حاجة يعني يقينية 100% إلا أمور يسيرة، بعض الأمور اليسيرة في أبواب الاعتقاد، لكن معظم الفقه من أبواب الظنون. فلو لم تعمل إلا بما تيقنت به يبقى مش هتعمل بحاجة خالص. فلذا قالوا يجب عليك العمل بالظن. ليه؟ لأن احنا قلنا الظن هو طرف راجح، يعني تعتقد أن هذا هو الحق بنسبة كبيرة، فحينئذ يجب عليك العمل به. والظن قد يخطئ، صحيح الظن قد يخطئ، لكن أنت في هذا ليس لك حيلة، يعني أنت لم تعلم الخطأ وتعمدت أن تعمل به. لا، أنت يرجح عندك إن هذا هو الحق وهذا هو الصواب، فلذلك عملت به. ولذلك كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول صوابي يحتمل الخطأ وخطأ غيري يحتمل الصواب. فما تعتقده أنت هو الحق فيجب عليك العمل به. والظن قد يخطئ، قال أي ابن الصلاح، وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويما. إيه هو اللي بقى اللي كنت أميل إليه؟ ده ابن الصلاح كان يميل إلى إلى أن أحاديث الصحيحين تفيد الظن. فبيقول كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويما، ثم بان لي أن الذي اخترناه أولا هو الصحيح، اللي هو أنه يفيد العلم اليقيني أو النظري، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ. من هو المعصوم من الخطأ؟ الأمة، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ. طب ليه معصومة من الخطأ؟ لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. ولهذا كان الإجماع المبني على الاجتهاد حجة مقطوعا بها، لأن الأمة أجمعت عليه والأمة معصومة من الخطأ، فلهذا كان الإجماع حجة. وقد قال إمام الحرمين، قول إمام الحرمين ده ذكره ابن الصلاح
بسنده إلى إمام الحرمين في كتاب صيانة صحيح مسلم. يعني أنت حتى لو حبيت تدور على كلام إمام الحرمين ده في كتبه في الأصول أو في الفقه أو كده، صعب إنك تلاقيه، لكن ابن الصلاح ساقه إليه بسنده في صيانة صحيح مسلم. وقد قال إمام الحرمين: لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في الصحيحين مما حكم بصحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزمته الطلاق، لإجماع علماء المسلمين على صحته. واحد حلف بالطلاق إن كل اللي في الصحيحين ده من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا إيه؟ لا تطلق امرأته. ليه بقى؟ قال لك لإجماع المسلمين على صحته، أي على صحة ما في الصحيحين. قال: وإن قال قائل إنه لا يحنث، أي لا يأثم، ولو لم يجمع المسلمون على صحتها، يعني حتى لو المسلمين ما أجمعوش على صحة ما في الصحيحين، فهو لا يأثم بهذا الحلف للشك في الحنث، أي للشك في الإثم. لأن فإنه لو حلف بذلك في حديث ليس هذه صفته لم يحنث، وإن كان رواته فساقا. طب ليه؟ حتى وإن كان رواته فساق؟ قال لك آه. طب ليه كده؟ قال لك لأن برضه هناك احتمال ولو ضعيف أن يكون قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى لو يجمع المسلمين على صحة ما في الصحيحين، أو حتى كان الأحاديث أو مجموعة من الأحاديث رواتها ليسوا ثقات، أو في بعضهم فسق، فمن حلف على امرأته بالطلاق لا يحنث. لماذا؟ لأنه دخل في إطار الشك، فوارد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله حتى وإن كان بنسبة ضعيفة، لكن وارد. فلذلك لا نقول أن هذا الحالف يحنث أو يأثم. إمتى بقى إيه يحنث أو يأثم؟ لو كان الحديث إيه؟ موضوع. لو كان الحديث موضوع فحينئذ يحنث، لكن إحنا قلنا قبل كده إن الحديث الضعيف مش معناه إن النبي صلى الله عليه وسلم قطعًا ما قالوش، لأ، ولكن معناه أن هناك نسبة ضعيفة في أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، أو نسبة كبيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، لكن لا نستطيع على سبيل الجزم أو القطع أن نقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله. نستطيع أن نجزم بهذا في الحديث الموضوع فقط. فالجواب أن المضاف إلى الإجماع هو القطع بعدم الحنث ظاهرا وباطنا، وأما عند الشك فعدم الحنث محكوم به ظاهرا مع احتمال وجوده باطنا. يبقى الحديث الذي في الصحيحين الأمة أجمعت عليه،
فلذلك من حلف على امرأته لا يحنث أو لا يأثم ظاهرا ولا باطنا. ظاهرا يعني في المعاملات في الحياة الدنيا، باطنا بينه وبين الله، لا نستطيع أن نقول أنه يحنث أو يأثم ظاهرا أو باطنا. وأما عند الشك فعدم الحنث محكوم به ظاهرا، إحنا مش لا نستطيع أن نجزم هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، مع احتمال وجوده باطنا. ليه؟ لأن احتمال أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، فيبقى الحنث هنا حدث ووقع باطنا أي بينه وبين الله، وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. حتى تستحب الرجعة، يعني في حالة الحنث احتمال الحنث باطنا تستحب الرجعة، أن يراجع امرأته عندما يحلف عليها بالطلاق. واضحة المسألة دي ولا مش واضحة؟ يستحب له أن يراجع امرأته إذا حلف على حديث ضعيف أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا، الإنسان إذا طلق امرأته وأراد أن يراجعها إذا لم تنقضي شهور العدة، أو إذا لم تكن مثلا حاملا ووضعت، فله أن يراجعها في أي وقت بدون عقد جديد. أما إذا انقضت أشهر العدة أو كانت حاملا ووضعت، فحينئذ إذا أراد أن يراجعها فليراجعها بعقد ومهر جديدين. الحنث لا، الإثم. واضح؟ في هناك يعني هي المسألة دي، في هناك فرق بين إلزام الطلاق والحنث. واحد حلف وأقسم أنه يطلق امرأته لو أن الأحاديث أو الأحاديث التي في الصحيحين هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه يقول لها أن هذه الأحاديث لو لم تكن من قول النبي صلى الله عليه وسلم فأنت طالق، وأقسم على هذا. في حاجتين، مسألتين، الأولى هل امرأته تطلق ولا لا؟ قلنا لا تطلق. طيب بالنسبة للإثم، هو حلف أقسم أن هذه الأحاديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يأثم بهذا الحلف أم لا؟ فقالوا إذا كان الأحاديث اللي في الصحيحين لا يأثم، حتى الأحاديث الضعيفة برضو لا يأثم فيه. طيب بالنسبة للطلاق، بالنسبة للأحاديث الصحيحين امرأته لا تطلق ولا يراجعه، لأن هي ما طلقتش أصلا، لم تطلق فلا يراجع. طيب بالنسبة للأحاديث التي ليس عليها إجماع، أحاديث مثلا في حديث في أبو داود، حديث في أي مسند غير الصحيحين، برضو امرأته لا تطلق ولكن يستحب له أن يراجع.
واضح؟ هو الطلاق لم يقع أصلا، ولكن إحنا إيه يعني زي ما بيقولوا إيه احتياطا، من باب الاحتياط يستحب له أن يراجع، وإذا أراد الاحتياط يبقى يعتبر أن هذه طلق، لكن الراجح أنها لا تطلق. لا إله إلا الله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. نكمل ولا إيه؟ هتسمعوني ولا؟ طيب. قال المصنف اللي هو مين؟ الإمام النووي طبعا، وتابعه عليه إيه كثيرون زي الإمام العز بن عبد السلام وغيره. قال المصنف: وخالفه المحققون. يعني الإمام النووي بيقول إيه؟ إن المحققين خالفوا ابن الصلاح في هذا. الحمد لله. وخالفه المحققون والأكثرون، فقالوا يفيد الظن، الظن اللي هو اعتقاد الطرف الراجح، ما لم يتواتر. لأنه في حالة التواتر، لأنه وارد أن في أحاديث في الصحيحين متواترة، فيبقى الأحاديث المتواترة في الصحيحين دي لها إيه حكم تاني، وهو إيه؟ الاعتقاد اليقيني اللي هو ايه المطابق للواقع عن دليل. طيب، قال في شرح مسلم الإمام النووي: لأن ذلك شأن الآحاد، أحاديث الآحاد، ولا فرق في ذلك بين الشيخين وغيرهما، وتلقي الأمة بالقبول إنما أفاد وجوب العمل بما فيهما من غير توقف على النظر فيه. يبقى هي دي الفرق والميزة للصحيحين، من غير توقف على النظر فيه، وإلا أي حديث صح فإنه يفيد وجوب العمل به. يبقى الميزة للصحيحين إيه؟ هي الكلمة الأخيرة دي، من غير توقف على النظر فيه، بخلاف غيرهما فلا يعمل به حتى ينظر فيه ويوجد فيه شروط الصحيح، ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على القطع بأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة ابن الصلاح ما قالش كده، لم يقل أنه يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على القطع بأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هو قطع بإيه؟ بصحة إيه؟ بصحته، والعلم القطعي حاصل فيه. يبقى هو
ابن الصلاح بيقول بصحة ما في الصحيحين، وأن العلم حاصل بهذه الأحاديث، العلم النظري. قال: وقد اشتد إنكار ابن برهان على من قال بما قاله الشيخ، أي ابن الصلاح يعني، وبالغ في تغليظه. وكذا عاب ابن عبد السلام على ابن الصلاح هذا القول، وقال: إن بعض المعتزلة يرون أن الأمة إذا عملت بحديث اقتضى ذلك القطع بصحته. قال: وهو مذهب رديء. وقال البلقيني: ما قاله النووي وابن عبد السلام ومن تبعهما ممنوع. يبقى السراج البلقيني بيرد على الإمام النووي وابن عبد السلام. طبعا هناك في أحاديث لم تصح، وهناك العمل على بما على ما فيها، زي مثلا حديث: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا حديث اتفقت الأمة على العمل بما فيه، ولكن لم يصح، ولكن لم يصح. فقد نقل بعض الحفاظ المتأخرين مثل قول ابن الصلاح عن جماعة من الشافعية كأبي إسحاق وأبي حامد الإسفرايني والقاضي أبي الطيب والشيخ أبي إسحاق الشيرازي. وعن السرخسي من الحنفية والقاضي عبد الوهاب من المالكية وأبي يعلى وأبي الخطاب وابن الزاغوني من الحنابلة وابن فورك وأكثر أهل الكلام من الأشعرية. وأهل الحديث قاطبة، وعبارة وأهل الحديث قاطبة دي كلام ابن تيمية، قال إن هذا مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة، بل بالغ ابن طاهر المقدسي في صفة التصوف فألحق به ما كان على شرطهما وإن لم يخرجاه. يعني حتى ابن طاهر قال إيه؟ إن الأحاديث اللي على شرط البخاري ومسلم تفيد العلم، فإذا كان اللي على شرطهم يفيد العلم، فما بالك هم بقى نفسهم يفيدوا إيه؟ فيه مبالغة، لأن إذا كان يعني هم بيقولوا إيه؟ إن الخلاف حاصل بالنسبة للأحاديث التي في الصحيحين، الأحاديث التي في الصحيحين نفسها فيها خلاف، هل هي تفيد العلم أو تفيد الظن؟ فجاء ابن طاهر قال ده الأحاديث حتى اللي على شرط البخاري ومسلم تفيد العلم. طبعا الحافظ ابن حجر ما جه يتكلم على المسألة دي قال ايه يا جماعة؟ ده الخلاف لفظي، الخلاف لفظي مش حقيقي. ليه؟ قال لك لان اللي قال انه يفيد العلم قال لك العلم المقصود به المتواتر، العلم الايه؟ النظري، قيده بالنظر. يعني ابن الصلاح ومن تبعه قالوا إن أحاديث العلم، الأحاديث الصحيحين تفيد العلم، تفيد العلم النظري. طب اليقيني؟ قال لك ده اليقيني ده بالإيه؟ المتواتر. فيبقى هنا الخلاف كأنه لفظي، لأن الإمام النووي لما قال إن الأحاديث الصحيحين تفيد الظن، يعني إيه تفيد الظن؟
يعني ايه لا تفيد العلم، او سواء القطعي او النظري، يبقى تحتاج الى نظر واستدلال على صحتها. طب ما هو العلم النظري يحتاج الى الاستدلال عليه، خدين بالكم من المعنى ده. الإمام النووي بيقول إن الأحاديث الصحيحين تفيد الظن فلا تفيد العلم، فتحتاج إلى إيه؟ نظر واستدلال. ده الأحاديث، أي أحاديث؟ التي في الصحيحين. طيب، والأحاديث التي تفيد الظن اللي هي خارج الصحيحين، ما هي برضو محتاجة إلى نظر واستدلال. يبقى كأنه عايز يقول إن المعنى تقريبا متقارب، أو المراد واحد. هنا هما بيقولوا تفيد العلم النظري، يعني محتاجة إلى نظر واستدلال. الإمام النووي بيقول تفيد الظن، يعني محتاجة إلى نظر واستدلال. يبقى هي لكن هم متفقين على ايه؟ على ان المتواتر يفيد العلم اليقيني، والاثنين متفقين على ان الاحاديث التي في الصحيحين لا تبلغ درجة التواتر، الا طبعا الاحاديث الايه معينة التي حكم أنها متواترة، فدي نخرجها بر. لكن باقي الأحاديث اللي مش متواترة لا نساويها بالمتواتر، فهي لا تفيد إلا العلم النظري، وهو يحتاج إلى نظر واستدلال. فكأن هذا المعنى هو ما قاله الإمام النووي أيضا. فبيقول الخلاف، ابن حجر يعني عايز يقول الخلاف في المسألة يسير. وقال شيخ الإسلام: ما ذكره النووي في شرح مسلم من جهة الأكثرين، أما المحققون فلا. يعني المحققين على مذهب ابن الصلاح، نعم هناك أكثرية تناصر مذهب الإمام النووي، لكن المحققون في جانب ابن الصلاح. فقد وافق ابن الصلاح أيضا محققون. وقال في شرح النخبة: الخبر المحتف بالقرائن يفيد العلم، خلافا لمن أبى ذلك. قال: وهو أنواع. يعني الخبر المحتف بالقرائن ده أنواع، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحهما مما لم يبلغ التواتر. أهو، فإنه احتف به قرائن، منها جلالتهما في هذا الشأن، أي جلالة البخاري ومسلم، وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. يبقى تلقي العلماء لما في الصحيحين بالقبول أقوى من حديث ليس في الصحيحين وتعددت وكثرت الطرق. هذا التلقي أقوى من تعدد الطرق ما لم يبلغ درجة إيه؟ التواتر. إلا أن هذا مختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ، زي الإمام الدارقطني في الإلزامات والتتبع وغيره. طبعا الأحاديث التي انتقدها الدارقطني على البخاري ومسلم، خاصة التي انتقدها على البخاري،
حافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري رد على هذه الانتقادات كلها حديثا حديثا، وبين في أكثرها أنها أن تعليل الدارقطني لهذه الأحاديث ليس بتعليل جيد، وأن الحق مع البخاري فيما ذهب إليه لا مع الدارقطني. والمسألة دي هتيجي وإحنا بنقرأ دلوقتي. وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه، يعني لم يقع التخالف بين مدلوليه، حيث لا ترجيح لأحدهما على الآخر لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. قال: وما قيل من أنهم إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته ممنوع. إيه؟ على صحة معناه. كلكم عندكم كده؟ لا على صحة معناه ممنوع. حد معنا نسخة الشيخ عوامة؟ اقرا كده. انما اتفقوا على ايه؟ لا على صحته، وبعدها ايه؟ ممنوع. وانتوا عندكم لا على صحة معناه ممنوع. ايه؟ من؟ لا، قرأ ما في هذه النسخة. طيب وانت في النسخة ايه عندك؟ وما قيل من انهم انما اتفقوا على جواب العمل به. على ايه؟ جواب؟ لا دي غلط دي. ها؟ لا على صحة معناه ممنوع. لا، هو الأقرب ما هنا. لا إيه؟ إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته ممنوع، لأنهم اتفقوا على وجوب العمل بكل ما صح. يعني السياق ماشي، بل ما قلته أنت هو اللي فيه إشكال. لأنهم اتفقوا على صحته، هو صحة اللفظ نفسه ليس على صحة معناه. يبقى الأمة اتفقت على إيه؟ على وجوب العمل بما في الصحيحين، واتفقت أيضا على صحة ما في الصحيحين، ولكن اتفقت على صحة ما في الصحيحين من حيث الجملة لا من حيث إيه؟ كل حديث على حدة. ولو لم يخرجاه
فلم يبق للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أنهما أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. قال: ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهم أصح الصحيح. قال: ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من الضعف. منها اللي هو إيه بقى؟ أيوه، محتف بالخبر المحتف بالقران. أنواع: منها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. وممن صرح بإفادته اللي هو إيه؟ مشهور العلم، العلم النظري برضه، الأستاذ أبو منصور البغدادي. قال: ومنها المسلسل، أي ومن أنواع الخبر المحتف بالقرائن المسلسل بالأئمة الحفاظ، حيث لا يكون غريبا كحديث يرويه أحمد مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي، ويشاركه فيه غيره أي غير الشافعي عن مالك، فإنه يفيد العلم عند سماعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته. حديث بيرويه الشافعي أو أحمد عن الشافعي عن مالك، فهذا الحديث يفيد العلم. ليه؟ لجلالة الأئمة الرواة لهذا الحديث. مفيش حد طبعا هيجي يقدر يكذب لا الإمام أحمد ولا الشافعي ولا مالك. قال: وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم فيها إلا للعالم المتبحر في الحديث، العارف بأحوال الرواة والعلل. وكون غيره لا يحصل له العلم لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. يعني كون غير العالم لا يحصل له هذا العلم، وإنه يبقى عنده أو متأكد أن هذا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كون إن غير العالم لا يدري هذا، ده مش معناه إن هو مش موجود، ده مش معناه إن هو مش موجود. يعني مثلا واحد من عوام الناس ما لا يعلم أن هناك مثلا مدينة اسمها لندن، هل معنى هذا أن هذه المدينة ليست موجودة؟ لا، يبقى ايه المشكلة عنده هو. فمعنى إن العلم لا يحصل لغير العالم بهذه الأحاديث لا ينفي وجود العلم بهذه الأحاديث عند العالم المتبحر. ليه؟ لأن مثلا الحديث اللي أنا ضربته مثل في الآخر ده، أحمد عن الشافعي عن مالك، لو هناك أحد من الناس لا يعلم إمامة وجلالة هؤلاء الأئمة، مش يستطيع أنه يدرك مدى صحة هذا الحديث الذي يرويه أحمد عن الشافعي عن مالك، هيفتكر زيه زي أي حديث. لكن لما كان للعالم إدراك وتحصيل لقدر هؤلاء الأئمة، فإنه حينئذ عندما يروى حديث بهذه السلسلة أو فيه هذه الرواة يكاد يتيقن أن أو يحصل له العلم بما يرويه هؤلاء. واضحة النقطة دي؟
وقال ابن كثير وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه، قلت وهو الذي أختاره ولا أعتقد سواه. قلت ده مين بقى؟ إمام السيوطي. نعم يبقى الكلام في التوفيق بينه وبين ما ذكره أولا، يعني ابن الصلاح، من أن المراد بقولهم هذا حديث صحيح أنه وجدت فيه أو وجدت فيه شروط الصح، لا أنه مقطوع به في نفس الأمر، فإنه مخالف لما هنا. لما هنا اللي هو إيه بقى؟ إن هو بيقول أن ما رواياه أو أحدهما مقطوع بصحته، فإنه مخالف لما هنا، فلينظر في الجمع بينهما، فإنه عسر ولم أرى من تنبه إليه. طيب، هذا الكلام يعني من الإمام السيوطي إنه كأنه يرى أن هناك يعني تناقض بين كلام ابن الصلاح أولا لما قال هذا حديث صحيح إن وجدت فيه شروط الصحة، لا أنه مقطوع به في نفس الأمر. ابن الصلاح هنا في أولا دي بيتكلم على إيه؟ على الحديث الصحيح بوجه عام، بيقول المراد بقولهم هذا حديث صحيح، وبيتكلم على ايه؟ على الحديث الصحيح بوجه عام، ان وجدت فيه شروط الصحة لا انه مقطوع به في نفس الامر، يعني ما نقدرش نجزم يقينا وان توافرت فيه شروط الصحة انه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فالسيوطي بيقول هذا مخالف لقوله هنا أن الأحاديث الصحيحين في الصحيحين ما رواياه أو أحدهما مقطوع بصحته، يبقى الكلام هنا متناقض. لا، الكلام مش متناقض ولا حاجة. ليه؟ لأن ابن الصلاح أولا كان يتكلم على الحديث الصحيح بوجه عام، أما هنا فإنه يتكلم على أحاديث الصحيحين، وأحاديث الصحيحين إحنا قلنا لهما مزية إن الأمة تلقتهم بالقبول والإجماع على صحة ما فيهما. فهو ابن الصلاح بيتكلم هنا على أحاديث الصحيحين بعينها وبخصوصها، أما كلامه أولا فهو يتكلم على الحديث الصحيح بوجه عام. فهذا الحديث الصحيح بوجه عام قد لا يكون في الصحيحين، ممكن يكون في أبو داود، في النسائي، في ابن ماجه، في مسند أحمد. هو صحيح لكن لم تقطع الأمة بصحة ما في أبي داود ولا ما في ابن ماجه وغيره، ولم تجمع على أو لم تتلقى ما في هذه الكتب بالقبول، يبقى إيه؟ لا نستطيع أن نقطع على جهة اليقين بصحته. لكن هنا هو يتكلم على أحاديث الصحيحين وهي مقطوع بصحته، وأجمعت الأمة على ما فيه وتلقتها بالقبول، يبقى إيه؟ الجهة منفكة، الجهة منفك. هو يتكلم أولا عن أحاديث بوجه عام، وهنا يتكلم عن أحاديث الصحيحين، فلا تناقض بينك قولي ابن الصلاة، والله تعالى أعلم.
لا، هو أولا قال أن الأحاديث الحديث الصحيح إذا يعني توفرت فيه شروط الصحة يفيد القطع. طب فين الكلام؟ لا أنه مقطوع، مش إلا، لا 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 لا، إنه مقطوع به. لا أنه مقطوع به، هو ما قالش إن ابن الصلاح ما قالش إن الحديث الصحيح إذا توفرت فيه شروط الصحة أنه مقطوع به، ما قالش كده. فالسيوطي قال لك طب إذا كان هو بيقول الحديث الصحيح لا نقطع به، وهنا بيقول على حديث الصحيحين أنه مقطوع بصحته، يبقى كيف هذا؟ يبقى في تناقض. لا، هو ما فيش تناقض، هو بيتكلم هنا على أحاديث الصحيحين، وقبل كده كان بيتكلم على الحديث الصحيح بوجه عام، فممكن الحديث الصحيح ده ما يبقاش في الصحيحين، يبقى في أي كتاب آخر. وضحت دي؟ إيه؟ إيه؟ إلا لا. طيب، لا هي اللي أرجح. طيب، هو مش تكلم، ما هو الأحاديث، هو تكلم على الأحاديث الصحيحة في الأول، نجيب كلام. أهو صفحة 75 أو معرفش بقى عندكم كام. وإذا قيل صحيح فهذا معناه لا أنه مقطوع به، كلامه في الأول خالص أهو. وإذا قيل صحيح فهذا معناه لا أنه مقطوع به. ماشي، في أول الكتاب. يبقى إيه الصحيح؟ أنه إيه؟ لا أنه مقطوع. يبقى اللي عنده إلا يحذف الألف. طبعا ابن حجر قال إيه؟ والتلقي أقوى في القبول أو أقوى في إفادة العلم من مجرد إيه؟ كثرة الطرق. الكلام اللي إحنا قلناه إيه في النخبة. طيب، تنبيه: استثنى ابن الصلاح من المقطوع بصحته فيهما ما تكلم فيه من أحاديثهما، اللي قلنا إيه تكلم عليها الدارقطني وغيره، فقال: سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره. قال شيخ الإسلام: وعدة ذلك 220 حديثا. اللي انتقدوا ده كلام ابن الصلاح، أنه يفيد العلم النظري. من قال ان عليه فإن
كلام ابن حجر. ابن حجر يؤيد كلام ابن الصلاح. حجر لما تكلم على المتواتر. يعني ابن حجر مولى علي القاري بينتقد ابن حجر فيما ذهب إليه. طب ابن حجر ليه بقى؟ ايوه طب ايه علاقة المسألة دي ب يعني ابن حجر قال المشهور يفيد ايه؟ يفيد الظن، والمتواتر يفيد العلم. ابن حجر قال كده؟ لا أنا مش فاهم. طيب هات لنا النص كده ونشوف. ابن حجر يؤيد كلام ابن الصلاح هنا. طيب قال شيخ الإسلام: وعدة ذلك أي ما انتقد على البخاري ومسلم 220 حديثا اشترك في 32، واختص البخاري 80 إلا اثنين، يعني 78، ومسلم 100. فقال المصنف في شرح البخاري: ما ضعف من أحاديثهما مبني على علل ليست بقادحة. قد تكون علة ولكنها علة ليست قادحة. يعني إيه ليست قادحة؟ أي لا تفيد ضعف الحديث، لا تفيد ضعف الحديث. وقال شيخ الإسلام: فكأنه، أي ابن الصلاح يعني، مال بهذا إلى أنه ليس فيهما ضعيف. وكلامه في شرح مسلم يقتضي تقرير قول من ضعف. فكان هذا بالنسبة إلى مقامهما. فكان ولا فكأن؟ فكان ها؟ فكأن صح كده. لكن ايه فكان دي؟ فكأن وأنه يدفع عن البخاري ويقرر على مسلم. يعني يدفع عن البخاري الضعف ويقرر ايه؟ هذا الضعف على بعض الأحاديث التي في مسلم، ويقرر على مسلم. قال العراقي: وقد أفردت كتابا لما تكلم فيه في الصحيحين أو أحدهما مع الجواب عنه. قال شيخ الإسلام: ولم يبيض هذا الكتاب وعدمت مسودته.
الايه مسودة، تقول ايه مسودة ولا تقول مسودة. بقى كثير من الناس يقول لك ايه اعمل مسودة، لا الصحيح لغة مسودة. وقد سرد شيخ الإسلام ما في البخاري من الأحاديث المتكلم فيها في مقدمة شرحه، وأجاب عنها حديثا حديثا. ورأيت فيما يتعلق بمسلم تأليفا مخصوصا، يعني في الرد على من ضعف أحاديث مسلم فيما ضعف من أحاديثه بسبب ضعف رواته. طبعا برضو بعض العلماء خصوا صحيح مسلم بالتأليف، يعني قالوا أو صنفوا في علل الأحاديث التي في مسلم، زي علل أحاديث مسلم لابن عمار الشهيد ولابن الفضل الهروي، وطبعا الإلزامات والتتبع فيها الاثنين. لكن مسلم بعض العلماء خصوه بالتصنيف. وقد ألف الشيخ ولي الدين العراقي كتابا في الرد عليه، أي في الرد على من ضعف أحاديث مسلم. وذكر بعض الحفاظ أن في كتاب مسلم أحاديث مخالفة لشرط الصحيح، بعضها أبهم راويه وبعضها فيه إرسال وانقطاع وبعضها فيه وجادة، وهي في حكم الانقطاع، وبعضها بالمكاتبة. طبعا الوجادة اللي هو انه يجد بخط فلان بعض الأحاديث ويعرف هذا الخط، فكون ان الإمام مسلم يورد أحاديث في الصحيح فيها وجادة أو مكاتبة، هذا دليل على صحة الوجادة والمكاتبة عنده، وإلا لم يوردها في صحيح. فمش معنى كون ان بعض العلماء بيعتبر ان الوجادة والمكاتبة في حكم الانقطاع ان ده شيء عليه اجماع، لا، في بعض العلماء بيخالف في هذا ويرى صحة واتصال الرواية بالوجادة والمكاتبة. ومسلم كون انه يورد هذا في صحيح ده دليل على انه يذهب الى اتصال الوجادة والمكاتبة، وانها عنده في حكم الاتصال او في حكم الحديث المتصل. وقد ألف الرشيد العطار كتابا في الرد عليه والجواب عنها حديثا حديثا، وقد وقفت عليه. طبعا الكتاب ده لا أنا لم أقف عليه. وسأتي نقل ما فيه مرخصا مفرقا في المواضع اللائقة به إن شاء الله تعالى. ونعجل هنا بجواب شامل لا يختص بحديث دون حديث. طبعا الإمام مسلم يقول أنا ما وضعت في كتابي هذا حديثا إلا بحجة، وعندما صنف صحيحه عرضه على أبي زرعة الرازي، فما كان فيه علة، فيقول الإمام مسلم ما أخبرني أبو زرعة أن فيه علة حذفته. فكون ان بعض الناس ينتقدوا على مسلم يعني دي مسألة صعبة شوي. وده اللي دعا بعض المعاصرين او يعني انه يتجرأ برضو على صحيح مسلم ويضعف كثير من الأحاديث فيه، و
مثلا ضعف أحاديث كل الأحاديث التي في مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر، بحجة أن أبي الزبير كان مدلسا، والبخاري ومسلم لما بيروا عن مدلس لا يروون عنه إلا ما تأكدوا أنه قد سمعه منه أو من شيخه، فبينتقوا من الأحاديث ما صح عندهم، مش إيه الأمر كده على عاتقه أو على عواهله، يعني إيه أي بيروا أي أحاديث وخلاص زي ما بعض الناس فاهمين، لا ده هم كانوا بينتقوا من أحاديث هؤلاء. فمحدش يتجرأ على الأحاديث التي في الصحيحين. الدارقطني وغيره لما عملوا مع صنعوه وألفوا ما يعني بعض المؤلفات زي الإلزامات والتتبع وغيره، أولا دول أئمة كبار، يعني الدارقطني ده كان يعني حتى كانوا بيسموه شيطان الحفظ، وكانوا مستحضرين للعلل ومستحضرين للروايات يعني انت يعني يمكن كانوا مستحضرين اكثر مما لو جبت كمبيوتر دلوقتي وقعدت تجمع الطرق، كل الطرق دي كانوا مستحضرينها في دماغهم. فما تجيش انت بقى ايه تقارن نفسك بهؤلاء، لا هؤلاء أئمة، وإيه يعني لما تبقى زيهم ابقى اعمل زيهم، لما تبلغ مبلغهم ابقى ايه اعمل زيهم، لكن طول ما انت لسه طالب علم بالنسبة لهؤلاء يعني مش هقول مبتدئ، ده احنا بالنسبة إليهم لا شيء، فإيه ما تقولش أصل فلان ما هو ألف في الرد على البخاري ومسلم، لا، حتى إن ما يعني انتقده الدارقطني على البخاري ومسلم في كثير منه إنما ينتقد أن الحديث لم يبلغ الدرجة العليا من الصحة، في أغلب ما انتقده الدارقطني على البخاري ومسلم أن الحديث لم يبلغ الدرجة العليا من الصحة ولم يلتزم البخاري أو مسلم بما شرطه على نفسه في الصحيح. والدليل على كده أنه حتى ابن حجر لما بيجي يرد على هذه الأحاديث في مقدمة فتح الباري في كثير منها يقول هذا ليس بعلة أو هذا ليس بعلة قادحة، يبقى حينئذ إيه مراد الدارقطني إيه؟ والدارقطني كان عارف أكيد إن هذه ليست علة قادحة، يبقى الدارقطني كان عايز يقول إن هذه الأحاديث بعينها لم تبلغ الدرجة العليا من الصح. واضح هذا الكلام؟ نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.